لو حبيت يعني انا ما بحبش طبعا المقارنات لان كل مرحله ليها ظروفها وليها مقدماتها ومعطياتها اللي اكيد بتختلف عن المرحله الثانيه، وصعب جدا تقارن بين لاعب كان بيلعب في الثمانينات ولاعب بيلعب في الالفيه الجديده. الملاعب اختلفت، طرق التمرين اختلفت، الامكانيات، الكوره نفسها اختلفت، وبالتالي المقارنه هنا في جميع الاحوال بتبقى صعبه. صعب انك تقارن بين مارادونا وبين ميسي، صعب انك تقارن بين دي ستيفانو وبين بيلي. يعني القصه كلها مرتبطه دايما باختلافات واختلافات، لكن في النهايه تبقى المهاره واضحه للجميع. وانا كنت يمكن في الفاصل بسال كابتن ربيع انه الحقيقه انت كنت في البدايه بتلعب باك شمال، يعني في فتره من الفترات ما كنتش ابتديت كمهاجم، لانه كم الاهداف وطريقه تسجيل الاهداف تدل ان هو عنده امكانيات هجوميه كبيره جدا. اللي لفت نظري كابتن ربيع كمان قصة انه انت ادوارك الهجومية ممكن تبقى اكتر بكتير جدا من الادوار الدفاعية. ازاي كابتن ربيع ابتدى المشوار وازاي قدر يطور من نفسه ومين كمان اللي ساعده على ده؟ هو حضرتك، وانا اول توظيف لي انا كنت مشهور في البلد بان انا كنت موهوب، ودايما بياخدوني في المشات الصعبة، الكرة الشراب والكرة في مراكز الشباب والكلام ده في البلد عندنا. أي. ففي مره كده الراجل المدرب كان عندنا بيعملوا ماتشات وديه مع ناس كبيره، فقال لي تعالى خلاص انت انا شايفك تلعب باك ليفت. من ساعتها انا باك ليفت، بس كنت باك ليفت ملفت. ملفت فعلا، بطلع واشوط واجيب اهداف ومن صغري لحياتك، لحد ما رحت بني سويف في الدرجه الثالثه بقى وبتاعه، وبرضه بقيت اجيب اسجل اهداف وانا عندي النزعه الهجوميه. مش على حساب طبعا الواجب الدفاعي، ولا لان الباك هو باك الاول، دفاع الاول ثم هجوم. لكن انا كنت في الوقت المناسب بروح عشان اجيب الجول عشان ما اضربش، ما ينفعش اعري واخد بالك مركزي. لان اساسا انا لازم ادافع الاول. بس انت اساسا اوقات كتير جدا بتبقى موجود في قلب منطقه الجزاء. ما هو في الوقت المناسب دي علمها لي كابتن جوهر الله يرحمه. كابتن جوهر علمها لي في حاجات اتعلمتها. ما هو خلي بالك الشخصيه الدوليه لازم تتطور. ما ينفعش تبقى باك عادي في النادي الاهلي من وجهه نظري. أيوه. الابداع والابهار وتبقى حل من الحلول، الباكين في النادي الاهلي حل من الحلول طول ال 90 دقيقه. مش لازم النهارده اروح اعمل كروس وارجع، لا واجيب جول. انا خلي بالك في اهداف سجلتها في اوقات مناسبه جامده ومهمه جدا مع النادي الاهلي، في اوقات اهداف سجلتها واخد بالك مهمه جدا جدا في الوقت المناسب، كنت بطل في الثوابت بضحك قوي. فاللي اقصده من ساعتها الشوطه دي من زاويه مستحيله، الهيد ده انك موجود هنا بتلعب مكان ده راس حربه. يعني انا هدف، انا جبت بقى، جبت بالتصويب وجبت بالشمال وجبت يمين وجبت بالدماغ كل الانواع، لان انا كنت اخد بالك باجي من تحت في الوقت المناسب. اللي اقصده ان انا كنت بحاول، وكان بتوفيق ربنا سبحانه مساعد زمايلي مفيش كلام، والمدربين لهم دور كويس وكبير جدا في حياتي في التطوير، وخاصه اثنين مهمين جدا الكابتن جوهري ومستر فايتس. دول طوروا في شخصيتي، وانا بقيت اقعد اتفرج واشوف الباك الدولي واشوف وانظم اموري واكمل واخد بالك استعداداتي، وازاي ان انا لياقه البدنيه تبقى عاليه جدا عشان اقدر اهاجم وادافع. يعني كنت دايما الحته الشمال اللي هناك دي بحبها جدا، اللي كنت بجري فيها كتير. أي. فالحمد لله كله بتوفيق الله ثم طبعا اجيال بتسلم اجيال، وكل باك ليفت جه في النادي العمل اللي عليه وحاول طبعا. وكل واحد دي حقيقه، فالنادي الاهلي بيساعد طبعا مفيش كلام، النادي الاهلي كان بيساعد، الامكانيات بتساعد، الملاعب بتساعد، المدربين بتساعد، الادارات بتساعد، كله بيساعد، منظومه كلها. والجمهور طبعا يا كابتن ربيع. نعم. والجمهور طبعا. والجمهور ده رقم واحد ده في منظومه النادي. قصدي في عوامل كتير جدا بتساعد اللاعب. اللاعب بيبقى نجم زي المدرب، بيبقى نجم في النادي الاهلي. يعني مفيش شك انه في كل مركز من ال 11 جم اسماء كبيره جدا، اساطير وعظماء طبعا. لكن في الباك الشمال مين اقرب حد او مين بتشوفه انه ستايل ابراهيم ربيع سين؟ يعني عندنا عماره جه شويه، عندنا سيد معوض، عندنا جيلبرتو، عندنا الله يرحمه طبعا محمد عبد الوهاب، عندنا دلوقتي علي معلول، انا اسف لو نسيت اسمه طبعا، بس انا بقول على سبيل محمد يوسف طبعا ومحمد سعد. مين تحس انه اقرب حد؟ لا هو كل واحد في مركزه، باك ليفت باك ليفت ليه ستايل معين وبموهبته بيفرض نفسه. انما كلهم طبعا اسماء كبيره ولاعيبه عظام مفيش كلام. النادي الاهلي ما دايما بيجيبش الا اللعيبه الكبيره دي حقيقه، فكل ادوا على اكمل ما يكون ولعيبه كبيره جدا وكلهم مثلوا منتخب مصر، معناه انها لعيب كبار، لعيبه كبار. طيب خلينا